اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اخر فقره، فقره نساء من الذاكره من تونس العزيزه. تونس العزيزه نورهان، اهلا بك. مرحبا. شنو حالك يا نورهان؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم شكون اخترت تحكي؟ اخترنا نساء رياضيات. فاطمه معلا. يلا نبداو. ولدت فاطمه معلا سنه 1939، وهي اول من تحصل على شهاده التبريز ودكتوراه الدوله في الرياضيات من تونسيين وتونسيات، وقد تميزت مسيرتها بوصفها استاذه في كليه العلوم بتونس بالالتزامها وانسانيتها والتعاطف مع الطلبه. هي من ابرز الخصال المحدده لنجاح المدرس في نقل المعرفه وامتلاكها من قبل المتعلم، مما مكنها من تدريس اجيال عديده من الطلبه وتاطيرهم، غرس فيهم حب الرياضيات والاهتمام بها باعتبارها عمده سائر العلوم. وعلاوه على كونها رائده في هذا المجال، فقد مهدت الطريق للنساء للانخراط في هذا التخصص العلمي الذي لا تلتحق به الفتيات عادة ولا يقلبن عليهم بإقبالهم على غير التخصصات الأخرى. وهي لكل هذا تعتبر واحدة من بنات تاريخ تونس الحديث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والمشاركة النسوية بالخصوص. يعطيك الصحة، شكرا لك نورهان بكار. كانت هذه فقرة نساء من الذاكرة. أمل بن سليمان، شكرا لك لساعتين. أسماء هيفا كذلك في الإخراج الرقمي، كافة الفريق يعطيكم الصحة. نتقابلوا غدوة الحين إن شاء الله. باي باي.